بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية حقيقية جديدة لهدف الهدف منها الوصول إلى حلول جذرية لملف السيارات قصد التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذه الشعبة الهامة التي أدت إلى نزيف كبير من العملات الصعبة دون أن يكون لها أثر فعلي على تطوير هذه الشعبة. كما لا يفوتني أن أذكر بهذا الخصوص أن مفاوضات جد متقدمة قد تمت مباشرة بل سننتهي منها إن شاء الله قبل الشهر الحالي مع مصنعين عالميين للسيارات الذين أبدوا رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا لبناء صناعة حقيقية للسيارات تعود بالنفع على كل الأطراف، وذلك بالنظر لأهمية السوق الوطني من جهة وما يتوقع أن تخلقه من مناصب عمل من جهة أخرى.